كما قال ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن الغناء قال له رجل: الغناء حرام؟ قال: لا أقول حرام إلا ما في كتاب الله. قال: فحلال هو؟ قال: ولا أقول حلال إلا ما في كتاب الله. قال: فما هو إذن؟ قال ابن عباس: أرأيت إن جاء الغناء يوم القيامة أمع الحق يكون أو مع الباطل؟ سكت الرجل ثم قال: مع الباطل. قال: أفتيت نفسك. الدخان هذا، السجائر، من الطيبات أو من الخبائث؟ لا يقول أحد أبدا إنه من الطيبات إلا معاند. تكفيك رائحته، تكفيك أنك لا ترضاه لولدك ولا ترضاه لزوجك، يكفيك أنك تأتيه في الحمام، وغير ذلك من الأمور. لا شك أنه من الخبائث، فيكون الإنسان مفتيا لنفسه أنه من الخبائث. والله الذي لا إله إلا هو إن سأل الله صادقا ليتحملن، لأن الله جل وعلا وعد، وقال سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كل إنسان في كل شيء إذا قصد الله تبارك وتعالى فإن الله لا يضيعه.